عشرات الأمتار فقط تفصل بين قوات تنظيمات داعش والبيشمركة بالقرب من الطريق العام بين كركوك وبغداد المحاذي لقضاء داقوق، إلا أن أهالي القضاء يؤكدون أنهم يعيشون حياتهم بصورة طبيعية كما لجأ إلى القضاء الكثير من النازحين. الحمد لله وضع داقو كل زين، مع كل تفرقة الحمد لله كل زين. نازحين من مصر، إيه جايين مثل الاثنين أي شيء. داقو؟ إيه والله داقو. شلون وضع داقو؟ والله داقو خلينا جماعة ضيفونا ونطلع بيشولونا على راسهم والله. ما قصروا والله الحمد لله، لا شاعة ولا أي شيء، ماكو بداغوغ، الوضع هادي وصافي مثل قبل، ماكو أي شيء. مسؤولو البيشمركة أكدوا أنهم أغلقوا جميع المنافذ الحساسة منعا لأي تسلل ومن أجل حماية أبناء المنطقة من جميع القوميات والمذاهب، وأن المبادرة باتت بيد قوات البيشمركة. أمديك من هي بو هربوا بربونيك لقال تيروساني داعش. مهامنا حماية المنطقة، ونحن نبسط سيطرتنا على جميع المنافذ المهمة، ونقوم بحماية مراقد الأئمة ومزارات الكاكائية. وأريد أن أطمئن الجميع إن داقوق محمية من كل الجوانب، ويجب عدم تصديق الإشاعات التي تبثها بعض الأطراف المندسة التي ادعت سيطرة قوات داعش على داقوق. رئاسة المجلس البلدي أكدت أنها وعبر رؤساء العشائر العربية في المنطقة أوصلت رسائل إلى تنظيمات داعش بعدم التقدم والتعرض، وأعلنت أن العلاقة بين القرى الكاكية الموجودة في المنطقة لا تزال جيدة مع القرى العربية. توجد هناك اتفاقيات أنا أعتقد مع شيوخ العرب الموجودين في المنطقة وشيوخ الكرد وحتى التركمان أيه السنة والشيعة، وكذلك بين الإدارة والأحزاب السياسية هناك اتفاقيات بعدم خلق أي مشكلة في داخل داقو وكذلك في داخل القرى الكردية وأيضا القرى العربية. مسؤولون أشاروا إلى وجود بعض الإشاعات حول تهديم المراقد الدينية، إلى أنهم أكدوا في الوقت ذاته أنهم لم يتلقوا بشكل ملموس مثل هذه التهديدات، وأن المواطنين لم يهجروا القضاء. دعايات موجودة بس كشي رسمي ما جاي فد شي رسمي حتى أقول لك والله صحيح يجوا تهديد على تهديد المراقد أو تهديد هذا. هذا أهالي الرفتار بالسوق كلهم موجود، والدليل روح أسواقنا كلها مفتوحة، محلاتنا مفتوحة. مدينة داقوق التي حافظت لمئات السنين على العلاقات الاجتماعية بين مكوناتها أصبحت اليوم أكثر تماسكا في ظل خطر داعش الذي يعشعش بالقرب منها. سران داودي، الحرة، كركوك.